انا افرح باسم محمد يونس مش موسى. محمد يونس. يونس ياسين. ياسين. موسى. موسى ابو زيد. العائله ابو زيد. نعم العائله ابو زيد. من السافريه. نعم من السافريه قضاء يافا. نعم. صارت الطنطيشه هذه من 47 ويقولوا عدم مؤاخذه مبيوعه من انصت ربكم. مبيوعه من مين؟ من بريطانيا. مين اللي اعطى وطن قومي لصرعيه؟ بريطانيا. بريطانيا اللي اعطتها. فلذلك احنا شو عرفنا؟ على نيتنا. وصلت الله يرحمه حياه الحجامين حاجه ما بنعرفوش. نعم. وصارت الطنطيشه اليهود احنا بكينا نتدرب في فلسطين طلب هيك السن هذا البسيطي كنا نتدرب عليه كان نتدرب كشاف وفتوه ونجاد. اسرائيل كانت تتدرب على اسلحه وعندها اشتيرن والارغون هذول اكبر منظمات صهيونيه. المهم استقوى والهجانة. نعم. فلذلك استقوى. وشو كانت بريطانيا لما تشوف واحد مسلم معاه فشك وفاضي والله والله كانت تزدنه سنين والله. واحد بعرفه راح يكبس من طلع من بلدنا راح على الدجن معاه 55 طلقة راح يكبسنا فجنت لقوا ايش الصواري اللي بنقول عنهم الفرسان هكذا احنا في الوقت الحاضر الصواري الصواري ايش مشترك انجليز وعرب الله سامعين ركبين الخيل محطوطات بجربانه لما شافهم رماهن رمى الجرباني في الصبر شافوه لما ظلوا ماشي وظلوا ما شافها وين يا شاب؟ قال والله رايح على بدجل احضر هالعرس صاحبي ومش عارف ايش وصار يلهوج في الكلام قالوا شو اللي رميته في الصبر؟ قال لهم ليش؟ قال طب ترجع معنا هذا مين؟ البريطانيين لا اولاد العرب هم زي كترجمان أيوة كانوا أيوة. بين شو بعرفهم بالعربي المهم بالامر ضلهم ماشيين عرفوا الزاويه المنطقه اللي رمى فيها الجرباني والله حياه ابو الدمر عرفته هنا ابو الدمر من بلدنا 55 طلقه راح يكبتن هنا مش صالحات لسه رايح يكبتن تعرف قديش حكموا عليهم؟ 10 سنوات وقضاهم يوم يضحوا الله اكبر اه والله ها ولا المهم بالامر هذه كانت حياه العالم كانت بريطانيا لما تمسك مع واحد انا اللي اخو اكبر مني بخمس سنين شاب لسه يعني ولا شيء فلذلك كان على الكهوي تحت في البلد احنا ساكنين في السكنه طيب لما اللهم كانه ضباط يمنيه ويمنيه تقاتلوا على يعني القياده الثوريه والثوريه المهم راح واحد ولد كان في ضباط يمنيه ودخلوا البلد وبدهم يقتلوا كذا وكذا عبت تلفونات وصارت اجت قوه كبيره من الانجليز دخلوا البلد وكانت ليلتها ليله قمره هيك عليها شويه غير على القمر والله قالوا لي يا ابن الحلال تبغى تروح ولا الارض حريتك البعيد استثني تبعتكم ملانه انجيل ما هي العذر خالك بالفعل بس نصيبه اللي معاه بندقيه يرميها اللي معاه مسدس يرمي اللي معاه كذا كذا هو معلوم هو لا اول مره بتخش الانجيل بلدنا المهم ركبوا براسه اخينا بالله وقال يا الله فهنا
في ظل ظل طفاطيف، وكان يحطوا عندنا نظرة الإذرة القصب هذا العدان حطوا على الطفاطيف يعمل ظل كان الإميد تحت الظل وعطيني الحطات هذا ما تعوذ فينا بالله ويذكتوا ما سقوا والله ما بيعرف يعبي البندقية والله ما بيعرف يحط المشط تبع البندقية كيف أو يعبي العتاد في المخزن والله ما بيعرف المهم كبشوا وكمشوا من الضباط اليمنية اثنين واستاذ اصفر اللي فر راح هود على البلد انا جديد بس يقول انا جديد اليمني انا جديد فاستخت العالم وراحت وهذا اللي حصل تعرف قديش نحكم على اليمنية اللي ذكرته انعدموا اثنين ضباط وبعدين اخوي راح البلد يعني كان في جنود يمنيين وضباط يمنيين في البلد؟ ما كان عندنا في بتكاتلوا على الثورة أيوة أنا قائد ثورة وأنت قائد ثورة نعم فهمت علي؟ نعم طلعنا وين؟ طلعنا رحنا التجأنا لوين؟ لقرية قالوا لها دير أبو مشعل كذا رام الله فسيدنا رحنا سكننا هناك بعدين سكنتوا يعني بتعرفوا ناس غاد ولا كيف سكنتوا؟ وين نمتوا؟ هي تحت الزيتون الله تحت الزيتون تحت الشجر الزيتون ما في بيوت خيش وبخيش انا اللي بدي اطلع من داره بدك تطلع من دارك وتقول لي تعال كني اختيار لا والله كذب نعم فلذلك الحياه كانت صعبه جدا قديش كانت الوقت يعني قديش سكنتوا في دير ابو مشعل في دير ابو مشعل تحت الاشجار يعني والله مين تحت الشجر قديش قعدتوا والله ما دبرت حالي في هيك سكيفة صغيرة قلت لهم يا عمي بمصاري يا عمي مشان الله يا أعطوني بيت وهي مصاري يقولوا لا ما في نطلع أولادنا ونسكنك لا فلذلك سكنت فيه ويعني حياة دفش في دفش قعدت في دير ابو مشعل حدود ما يعني 4-5 سنين طلعت ورحت ذهبنا عوين على ريحه عقبة الجبر عقبة الجبر هناك بكت تنغل زي الجراد كل همها الجريد وكل هيتها من جميع فلسطين قديش قعدتوا فيها عقبة الجبر؟ والله قعدت مده انا وجيت وكذا قدام عمري نعم وبعدين طلعت اثنين بعدين وين طلعت من وتجوزت وانا في عقبة الجبر اه وبعدين وين طلعتوا؟ طلعنا جينا هنا على الاردن